رئيس الحكومة مع الوزير المعني مع رئيس اللجنة النوعية المعنية. رئيس الوزراء اتقال له من حضراتكم انه كيلو السكر ب50 واكتر من 50. هو عارف، هو ما انا عارف انه عارف. انا بتكلم على النائب دلوقتي. هو النائب طبعا قال. قال وقالوا بقوه كمان. والرد كان ايه؟ مدرك. في تسعيره جبريه ولا صعب؟ مدرك. طيب كويس انك قلت النقطه دي. ايوه. الف ب تلميذ لسه في بيدرس اهو. ان بقى عارف بالتجارب. لما لو كنا قلنا الكلام ده في الخمسينات والستينات كانت هتخضع لايه؟ للنظريات. نعم. لكن خلاص العالم انتهى الى منظومه محدده في التعامل الاقتصادي في مثل هذه الامور. طبعا الحر. طيب هتيجي انت تعمل تسعيره. طيب هتبقى انت ماشي عكس اولا التيار، وفي نفس الوقت سونر اور ليتر هيحصل ان السلعه ايه؟ هتختفي. فالتدخل بمثل هذه القرارات لازم يبقى محسوب. ممكن تعمله؟ ممكن تعمله لوقت معين، لوقت معين، بس عشان كده بقول لك ايه؟ يبقى محسوب. لكن الاهم من التسعيره هو ايه؟ هو حوكمه القطاع نفسه. هو التقرير اللي انت جبته دلوقتي من شويه وانا قاعد في الصالون في عمل جهاز حمايه المستهلك. نعم. الاجهزه الرقابيه تنزل بمنتهى القوه والجديه وتتعامل مع المساله، لان في انفلات على مستوى السلوك من الأسعار. اول التاجر الصغير للتاجر الكبير. طبعا. نعم. لما تيجي تقول لي النهارده عندي مخزون واجي انا الاقي في الواقع. نعم. الاسعار بالشكل ده والندره بالشكل ده. نعم. لما عندكم كام السكر في اسكندريه؟ لا ما انا بقى يعني ما فاذا يعني اجتماع مثمر. ايوه. بنحيي الحكومه عليه، وبطمن المواطنين وبطمنك وبطمن مشاهدينك ان نواب الشعب كانوا يعني على قدر المسؤوليه وبيتحدثوا بمنتهى الصراحه والشفافيه، ورئيس الحكومه الحالي كان دكتور مصطفى مدبولي. دكتور مصطفى مدبولي قال لكم ازمه السكر دي هتتحل ولا لا؟ كان يتحدث. هتتحل طبعا. تحل. قال هتتحل. شو انت النهارده في تحديات كبيره جدا. جدا. ايوه. هو احنا النهارده قبل 7 اكتوبر كان الحديث ايه؟ نعم. وما بعد 7 اكتوبر حديث ايه؟ نعم. مش عندنا بس بالمناسبه. نعم. نعم. ده في العالم كله. واخد بال سيادتك؟ التحديات في كل قضيه من القضايا انت بتتعامل معها. زي على سبيل المثال مثلا ازمه الكهرباء. ازمه الكهرباء انا هم بيتحدثوا، وكان معانا النائب زميلنا طلعت بيه السويدي رئيس لجنه الطاقه. أيوة. وكثير من النواب. نعم. عن مقترحات، يعني مثلا رئيس لجنه الدفاع والامن القومي سياده اللواء احمد العوض. نعم. قدم مقترح. نعم. قال لك المناوبات والجدول ده احنا محتاجين يحصل روتيشن له، يعني بتاع الصبح يبقى بالليل وبتاع بالليل يبقى الصبح، عشان الساعه اللي بتتقطع دهيت او وبرده الطلبه. واقترح وقدم اقتراح ان بدل ما انت النهارده مثلا ناس بتيجي تقطع عليها في حي في فترة من الساعة 6 ل 10، لا أجل الفترة دي لما بعد الساعة 10 وضم فيها 4 أحياء في سبيل أن الطلبة يكونوا واخدين وقتهم. نعم. ففي. نعم. أفكار. نعم. وعد رئيس الحكومة. رئيس الحكومة.